معكم الارتيست رشيد برياح لو بروميي كي شونتي لو راي او ماروك اي بور ليكيب ناسيونال ماروكان اون 86 اي هو مبروك علينا هذه البدايه ومازال مازال و فريمون 1337 فريمون هادشي اللي شفناه لداخل راه سي اكسيبسيونيل ما يعني محال الانسان يقول واش رحنا في المغرب فريمون زعما داك الشيء رائع. الناس اللي مسؤولين على هذا الانستيتو يعني صراحه ناس في المستوى كفاءه عاليه وكنقول حتى لهاد لي زيتيديون اللي هنايا موفرين لكم كلش ما عليكم غير تبوصيو وتبارك الله عليكم وفريمون فريمون هذا الانستيتو سي اكسيبسيونيل ونتمنى نجي مره اخرى عاود اكون نزوركم ولما لا نجي ندير لكم شي كونسير هنايا شي سهره ان شاء الله افيك غران بليزير. تجربه هذه المدرسه بحمولتها اللي مرتبطه بواحد النوع من التكوين المفتوح هذه تجربه نموذجيه في المغرب. احنا في حاجه المجموعه عندنا ما عنديش من هذا النوع خصوصا فيما يتعلق بتطوير المعارف في المجال الاعلامياتي اللي كتقوم به هذه المدرسه هذه. واعتقد ان هذا العمل هو عمل كيميز مدينه تخرب كاع على بقيه المدن من حيث تكوين مدرسه بشروط غير مسبوقه، لان مدرسه كتكون الناس المتفوقين اعلاميا او في المجالات الاعلاميه المتفوقين بلا ما تكون عندهم شهادات، يعني يكفي انك تكون متفوق وعندك قدره على متابعه مستجدات النظم المعلوماتيه. هذا مهمه جدا. هذه المدرسه النموذجيه خصها تكتشف وتعرف وتعمل من المعلومات حولها عن طريق مختلف وسائل الاعلام.